مهرجان بنزرت الدولي، مهرجان مهم، مهرجان فيه برمجة خلينا نقوله محترمة رغم أنها برمجة تونسية 100%. راهنوا على الإنتاج التونسي وراهنوا زد على أولاد الجهة. حفلة كبيرة برشا كانت موجودة، سموها ليلة الراب الخاصة ببنزرت. السهرة كلمة سولد أوت ما تكفيش عليها، يعني كانت كومبلي فول باللي تحبوا انتوما. الحفله هذه كانت يعني على جميع الاصعدة، حفله صعيبه، حفله سخونه، ونعرفوا اغاني الراب ونعرفوا الاجواء هذيك. برشا ناس كانت لبرا وحابه تدخل ما نجموش يدخلوا لانه كانت الحفله مليانه. حتى فما شكون قالوا لنا فما عباد بالتيك نتاعهم ما نجموش يدخلوا، ما فهمناش الحكايه هذه كيفاش قاعده تصير. مي بون ان شاء الله في حفله اخرى. شكون زعما نجوم الراب اللي كانوا موجودين من الجهة خلينا نقولوا سنفرة، ومن الجهة زادة سمارة اللي قبل زادة طلبوا جمهور برشا باش يكون موجود في بنزرت ولبيوا الدعوة هذه أكيد. وكذلك بلينغوس كان موجود في الحفلة، حفلة تعديت بهية، حفلة تعديت الأجواء فيها سخونة على الآخر. حتى شفنا الممثل مالك بن سعد كان موجود مع سنفرة في الحفلة هذه. سنفرة اللي خطب مؤخرا أحلام الفقيم، قولوا له إن شاء الله مبروك، مانيش ندخلوا في الديتاي، ديما نهنيو اللي يفرحوا الكل. ونرجعوا للسهرية، نرجعوا للحفلة. ملاحظة صغيرة، بربي خلينا نعملوا ديفيرسيون كلين للمهرجانات والإذاعات والتلفاز، لأنه فما كلام راه مش معقول يتقال على مسرح في إطار يعني مهرجان فما صغيرات حاضرين. بارانتيز صغيرة ونعاود نسكرها، نقولكم كيفاش تعديت الحفلة هذه زعما تكتشفوا مع ليندا. اليوم في بنزرت فريمون عجبتني برشا، ياسر برشا حلوه، فما برشا جو سورتو. انا عجبني مومون سمارة و اي ما نسمع اكثر يا سمارة. فريمون جو باس، جو كوبالا فاهم يا خويا. على شكون جيت شكون اكثر هكا؟ باس سمارة سانفارا زاد وبلينغو بلينغو يا حسرك والله ما احلاها، بالخاصه السمارة ديما هكا منوري مهرجان بنزرت كل مره. ونحيي بطبيعة منزل بورقيب ودوار البليك وأحلى ريان الذويب وفدوة نقوله. رياض اليوم بلاتو راب في مهرجان بنزرت الدولي، ونعرفوا حب البنزرتية الراب. شنو انطباعك على حفلة اليوم؟ كما شفت جمهور تبارك الله، برشا فن، برشا شيخة، برشا والله. كما كنت نحكي تو تصدقني كي تسني تو ما نجمش نقول لك قاعد نحس فيه. كما كنت نقول لهم زاد كبيرة، قلت لهم راني انا غدوة نخدم، نحيت غدوة عندي شوكيس نحيت، وخاطر حبيت نفهم شنو هي، نحب نفهم غدوة. دونك اليوم مانيش نجم نفهم، فرحة كبيرة على الاخر، كبيرة لدرجة ما نجمش نوصف فيها لك معناها تو. يعني خدمت كارتاج و حسيت اليوم بيزار على الاخر، معناها بيبليك ياسر سخون، ياسر بنزار بيبليك سخون. كيفاش صارت هاللمه بينك وبين سمارة وبين سانفرا؟ والله كلموني كيما كلموا إدارة المهرجان، معناها كلمونا الكورونا، احنا الكل نخدموا بعضنا فما حتى مشكل، ماهيش أول مرة كيف كيف، بيان سور ما فماش مشاكل زاد الأول والثاني والثالث، سانفوات معناها الكل متفاهمين، ماهيش أول مرة نخدموا بعضنا، خدمنا صفيق سامني خدمنا سوس، خدمنا برشا مع بعضنا، معناها نفس الكيب نحن ندوروا براتيكمون، نحن ستة سبعة قاعدين ندوروا يخدموا بعضهم الناس الكل. شنو تقول جمهور بنزرت اللي جاك اليوم؟ فرحان على الاخر، ميرسي ميرسي وكم ميرسي قبلكم لا بعدكم، مخي وقف اخوي، ميرسي على الاخر ميرسي. غنيت كل حافظين وما قلت كل ليك سخون برشا، ما خلونيش حتى انا نغني، ما نجمش نوصف فرحه كبيره كبيره برشا.
عجبتني انا واحد من الناس عجبتني، عجبني بالاخص سمار سانفارا وبلينغو اكثر وحشه ناحيه سمار والله والله تحفونه سهلي غير لا بلينغوس اما سمارا اكثر واحد خويا سانفا لي سمارا اكثر واحد خويا الاسمر احلى منزل بورقيبه زرزونا لبشيري سمارة شفناك اليوم في جولة من المهرجانات في تونس، أما نتصور اليوم طعم خاص في بلادك بزارت وبين ولد بلادك بتبيع طعم خاص وأكريت جمهور برشا محبة وبرشا جو وبنزارت ومنزل بورقيبة بلادي وفرحان برشا اللي صارت حفلة هكا اليوم فرحان على الآخر إن شاء الله ديما في بنزارت حاضرين إن شاء الله. البلاتو هذايا بينك وبين بين سانفارا وبين بلينغوس فرح ولا حاجة تفرح إن شاء الله ديما ملمومين هكا ومتألقين ونعطيو حاجة هكا وجمهور كيما هكا فهمت وإن شاء الله ربي يصفي القلوب على بعضها. شنو تقول جمهور بنزارت اللي جاك اليوم؟ نحبكم برشا بالطبيعة بلادي. سهريه الراب اليوم والله برسوا لي من لسوا عملناه برشا سوا دخل سماره دخل سنفاره دخل ملك وتحومتي واحلى سماره واحلى بنزارت ريت المهرجان هذا الكل احلى بنزارت وقت راه فوق الكومبلي فوق الكومبلي بالرسمي واحلى بنزارت واحلى ملك بن سعد واحلى الناس الكل ملا جو. شو رايك في السهريه؟ والله مصر مال عملنا جو مصر مال والاكثريه سماره برسوا لي شنحها على الاخر وبرافو والله عملنا جو على الاخر على الاخر زاده و برافو برجولي راهي اليوم برجولي اليوم منزل بورقيبه خويا منزل بورقيبه خويا في الدم واحنا عروق منزل بورقيبه خويا وليله صارت منزل بورقيبه وبنزرت وكل خويا مرحبا بكم الناس الكل. بالكل شاي الساعة مبروك ما عملت شو أحلى من الفرق. ربي يحفظك شكرا إن شاء الله كتير عندك عايش. اليوم عمل فيونساي نقاك في مهرجان بزارة الدولي في بلادك وبحدة ولد بلادك حياتي وخدمة خدمة حاجة أخرى بالطبيعة الحمد لله فرحان برشا لي أنا موجود في مهرجان بنزارت مرة أخرى جوي أحلى جو شو عم شقول لك حب كبير البنزارتية لسانفارا بالطبيعة يا أخي منين أنا بنزارت سمعنا أغنية جديدة عملتها في المغرب باش نسمعوها اليوم لأول مرة على مهرجان بنزارت دولي اليوم لا الحق اليوم لا خاطر منزلت جديدة منزلت العباد مش فهمتها لازم تزيد كونسوميها العباد مليح ومن بعد إن شاء الله تنولوا الخدمة. شو تقول الجمهور بنزارت اللي جاي لسانفارا؟ فرصة سيابة أقوى بنزارت شنو هو النريو الذي بشكل؟ طبيعة أهم حاجة سينو يابتوك مسان بطبيعة مهم جدا
خويا.